اليوم الأول للمشتركين في مقر بوليفارد المواقف. عددهم أكثر شوي لأن حمدي وحسن كسروا قواعد اللعبة وزادوا 2 في تجارب الأداء. يعني اليوم 10 مشتركين بيكتشفون المقر لأول مرة، وبكون أنا أول من بيرحب فيه. حياكم الله. اليوم أول يوم إلي بمقر بوليفارد مواهب. بلش وقت الجد، كتير حماس. نشوف صادقين شو عم نشوف صراحة. صح؟ خرافة. كتير حلو. وحاسة إنه دعست على أول خطوة من حلمي. أوه ماي جاد شو حلو. أول ما خشيت المقر وحسيت بشعور مختلف، كان جداً رهيب وجميل بشكل. يا هلا هلا وسهلا فيكم. طبعاً هذا مقر بوليفارد المواهب اللي راح تشتغلون فيه تقريباً طول الفترة الجاية إن شاء الله. أنا ودي أسأل، شو رايكم بالمفاجأة حقت أمس؟ ترى من توقع أنه كنا بنصير 10 بدل 8؟ صدمونا كلنا أصلاً. صح؟ وريحونا. إي أنتم لأنه بمقاعدكم كانت في خطر، فأكيد الاسترس كان عالي. بس يا ريت لو اختارنا 12 كاملا حتى ما نخسر اصدقائنا وحبايبنا. بس يلا الحمد لله، الف الف مبروك كلكم وصلتوا هنا، وحنا الحين 10. بالنسبه لي كسالم انا ما تفرق عندي يعني 8 او 10، انا جاي على هدف معين ومحدد، وهذا اللي جاي واكمل عليه ان شاء الله. هذه قسم وناسه، سو بيسكلي هنا في زي ما انتم شايفين كل الانسترومنت. مين فيكم يعزف؟ انا. انت مش تعزف؟ جيتار. ومن بعد؟ عزيز بيدق بيانو. أسنى. بيانو وجيتار. عزيز بيانو وياسر؟ جيتار عود بيانو. ما شاء الله. أول ما دخلت في مقر بوليفار يعني شعرت بالحماس باتجاه هذا المقر، يعني شيء ولا في الأحلام. بدينا؟ هلا وشلونكم؟ اسمي ياسر شمال من العراق، عمري 21 سنة، اختصاص موسيقى. أنا بلياك إذا إذا أوصف نفسي طموح متواضع والثقة في النفس. كنت الموسيقى من والدي من كان عمره 10 سنين، وكنت هالقد دوتني وكنت أصابعي كلش صغار يعني ما بوصل للمفاتيح. العائلة كلهم قريبين علي، بس أخويا التوأم هو الأقرب إلي، دائما نجلس سوا بنعزف سوا. التوأم أكبر من عندي ب10 دقائق بس. لكن الشيء التخربي واللي حققته بحياتي هو من تخرجت من معهد الفنون جميلة وحصلت على الأول على قسم الموسيقى، وهذا الشيء جداً أفتخر به. في وسائل التواصل الاجتماعي كانت أنا وأخوي التوأم، ما أنشر واي بوستات لأن ناقصني الدعم، ادعموني. وأنا أشوف بوليفارد الموهب هو الانطلاقة الأولى لي، وأنا جاي أفرح شعبي العراق إن شاء الله. يلا ليتس جو. غرفة الوناسة. نشوف هذا في المساء. هاشتاقنا اللوح، شايفين؟ ايه. في غرفة هاشتقنا. طيب. بس يفضل ما حدا يدخل بس. هاي كيفكن؟ أنا اسمي بيسان إسماعيل، عمري 18 سنة ومن سوريا. أنا صانعة محتوى على يوتيوب وسوشيال ميديا. وتعب كتير كبير، صرت 8 مليون وشوية على اليوتيوب، 4.5 مليون على الإنستغرام، وكمان 9.3 مليون على التيك توك. أهلا فيكم بفيديو جديد. أنا شفت حالي إنه أنا مناسبة للسوشيال ميديا، وليش ما تكون السوشيال ميديا وسيلة إني وصل صوتي لكل العالم. بس كل هالشي بحسه 1% من الشي اللي أنا بحلم فيه، بإني بين مغنية أكثر من إنفلونسر. بلتي مع الموسيقى لما كنت صغيرة وبسوريا، كنت كتير غني بالمدرسة، وكانوا الأنسات يوقفوا كل الحصة خلوني بس أنا غني. فمن وقتها حبيت أني أكمل بموضوع الغناء. جيت من سوريا على ألمانيا، غنيت بحفلة بالمدرسة. كل العالم حبتني وطلعت بالجرائد الألمانية وقتها. أكيد كل واحد ناجح بتجي عالم بتغار من نجاحه وبتحاول إنه تحطمه وتسمعه كلام بيجرحه، بس الحمد لله أي حدا حكالي هاي الكلمة أثبتت له العكس. لهيك أنا صرت بيسان القوية اللي أنتوا شايفينها هلأ. أنا إنسانة واثقة من نفسي، وهدفي هو إني صير أكبر مطربة بالشرق الأوسط وطلع على أكبر مسارح. أنا كثير مرحة وبحب الحياة، بس بنفس الوقت
بحب التحديات وما بحب أخسر فيها، وأي تحدي بيجيني بوشي أي شيء بيجيني أنا رح كون جاهزة إله وحأبدع فيه، لأنه المزح مزح والجد جد. الغرفة اللي بتطلع فيها الهاشتاقات اللي بتتفاعلون فيها مع المشتركين اللي هم بيتفاعلون فيها برضو معاكم. حبيت كثير قديت هاشتاقنا لأنه حسيت أنه رح تقدر تساعدني أنه كبر عدد الفولوورز تبعي، ومش بس هيك رح تساعدني اشتغل أكثر على السوشيال ميديا أكاونت تبعي. خلونا نروح للغرفة اللي بعدها. على اليسار هذه غرفة واو. أنت مو أنت. هالدوي جوي جوي جوي. هلا لما فتنا عليها كله ضاع، حدا راح يلعب شيء وحدا راح يلعب بلاي ستيشن وحدا ما بعرف شو. يلا هذا المكان المفضل انا بالنسبه لي. شكلك جيمر انت عاد مع الكوره وكذا. والله مو جيمر بس انه احب العب. والله المساحه كبيره يمديك تلعب كوره بعد لو تبغى. انا سالم الحمد، عمري 25 سنه، كابتن المنتخب السعودي. يا ليت والله. تركت الكورة في فترة، ممكن هالسبب هو اللي خلاني أتأخر في اتخاذ الخطوة وأغني. بدنا نحسب نرجع للدوام. وأنا موظف محاسب مالي، أبدأ من 9 الصباح إلى 5 المساء. أوكي الحساب. من بعد 5 المساء ابتعد عني ما أحب. أقضي أحيان مختلفة، جو ثاني غير جو الدوام، أطلع من الدوام كثير، اللي هو الغنى. أنا بعيش حياتين مختلفة بيوم واحد. على فكرة هذه مش خدع بصرية، هذا أخوي التوأم. بالنسبة لي أحب جلسات، أحب أغني معه ودائما أخذ بنصايحه. أنا بنصحك توقف سوالف وتغني. حبيت أسلم عليك. مشوار الفني مشوار لسه قصير يا دوب. انا بديت اغني على طريق السوشيال ميديا بس بفتره قصيره، يعني بفتره حجر الكورونا نزلت اغنيه للفنان الكبير عبد المجيد عبد الله. من حسن حظي انه اول تفاعل بحسابي كان عن طريق الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، ومن بعدها انا صرت يعني انزل على طول. لما غنيت اغنيه حزين من الشتاء تواصلت معي احلام دايركت على وارسلت لي يعني فويس، واسعدني كثير للامانه البرنامج. ما عندي أي شيء أخسره، استقلت من وظيفتي، بعدت عن أهلي، سخرت كل شيء لهالبرنامج. يا سلام. لا عندك عندك شاطر. عشت الجو وقمت تضغط كل الأزرار. بدر أنت من تشجع بالكورة؟ برشلونة بس خلاص نسيت. ليه؟ مات بعد ما ميسي خرج. اسمي بدر حكيم، عمري 24 سنة، من السعودية. ايوه بوليفارد المواهب بالنسبه لي حلم وقاعد يتحقق. لا انا ابغى ثبتوني. انا في غرفه انت مو انت فعلا بكون مو انا، يعني بطلع شخصيه التنافسيه فعليا. بس ده ملعبي. انا انسان حساس شويه غامض وحكيم. الناس يقولوا لي حكيم لاني انا من عيله حكيم، وعشاني صيدلي حكيم، وممكن عشان الحكمة اللي أنا أكتبها في تويتر. ما قلنا ما في نهاية سعيدة. حكونا متاتا. حكمة نغمها لذيذ. أنا اكتشفت موهبتي عن طريق أغاني أفلام الكرتون. حكونا متاتا. ارمي الماضي اللي يغيظ. انساوي المستقبل. ادي كل التركيز. هذا هو البهريز. الفلسفي. هكونا ما ترى. انا ما كنت ابين وجهي في السوشيال ميديا في البدايه لاني كنت اؤمن بالخصوصيه لنفسي، ان روحي، ولاني اؤمن ان الغنى احساس مو مظهر. بالنسبه لي الجيتار هو اعز اصحابي واكثر شخص افضفض له، يعني اكثر شخص ماسك عليه فضايح. وهذا هو صاحبي، واكثر لون احب اغنيه هو العربي الفصحى. هو صح نادر بس احساسه عالي. انا جاي بوليفارد المواهب عشان ابين موهبتي، وحنشوف وين حتوصل للمنافسه. عندنا الغرفة الثانية، غرفة الروقان. يعني بس في شرط ان هذه الغرفة ما يدخلها الا اثنين، لانها روقان
وما نبغى نزعج الناس موجودين بالغرفة، فكل ما أحد توتر من الشغل يجي زي نادين وبيسان يعمل كذا عاش الجو. بس يعني كنا نعمل يجي الهدوء، احنا معنا هيك مشتركين. يلا نروح الغرفة اللي بعدها. الغرفة الثانية غرفة كشخة. الله كشخة يعني هاي جو سيلف اكسبلانتوري، في للبنات في للشباب. لا تجولها عيش هذا غرفتك. يا سلام الله يجنن. واو اجلس اجلس بدي اصل لك شعرات تجلس. صدق صدق انا بفهم يا رو. واو حلوه قوي. لا هذا هون اذا عندنا تصوير عندنا شيء نجي نتجهز هون. انا اصلا اعمل ميك اب سينمائي فاحب الميك اب زي كذا، احب الشغلات هذه. حق جوري ايش تسوين عاده بالميك اب السينمائي؟ اسوي مثلا زي افلام الرعب اللي هي الزومبي او الجروح. يس يس انا بخاف جروح، وكمان حتى في رسمات للوجه يعني اسويها. اسمي جوري قطان، عمري 17 سنه، من المملكه العربيه السعوديه الدمام، ولسه في المرحله الثانويه. أكثر غرفة جذبتني هي غرفة الميك اب، مرايات وإضاءات. أنا بعمل ميك اب سينمائي وشخصيات زومبي، اليونيكورن، يعني شيء زي كذا فن يعني. أنا بيعطوني لقب ملكة الإحساس لأنه إحساسي في الغنى جدا عالي. من اشتاقي لك فترة وحبك النسي. حتى أنا في حياتي الشخصية أنا جداً حساسة، من وأنا صغيرة ما كان عندي الجرأة إنه أغني قدام الناس، كنت شخصية ضعيفة وخوافة وخجولة في نفس الوقت. ما كان عندي أصحاب، كانوا ينتقدوا شكلي إنه أنا مو زيهم لأنه عيني خضر. بدأت أكون شخصية جديدة اجتماعية ومحبوبة بين الناس ومرحة جداً. صار حضوري أقوى على المسرح وما صرت أخاف، وهذا الشيء ساعدني إنه أوصل للفاينل وأخذ المركز الثاني. بدأت ثقتي في نفسي تزيد، نزلت مقطع لنفسي جاب تقريباً 2 مليون. إنه يكون لي ألبوم خاص وأبدأ أكون شخصية فنية. 2021 صارت آنسة صغيرة ما تهتم للآراء السلبية وصار عندها مركز قوي. اسمع ايش رايك يوم تسوي برانك، يوم تسوين جرح ونمثل عليهم الناس. يس 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 او نتفق على الشباب. ممكن اسوي ميك اب لنادين او زينب، جرح على خدهم او على يدهم، بعدين اسوي مقلب بالشباب ان هم تضاربوا ويعني صار هذا الجرح او زي كذا. هذه صارت غرفة الافكار الشيطانية. ان شاء الله غيكونوا مقالب كثيرة، سو خذوا بالكم منها. الحين بننتقل للغرفة أتوقع كلكم متحمسين عليها، الاستديو اللي اسمه سكوت بنسجل. اوبا واو يلا سجلوني سجلوني. أنا لما فتت على الاستديو حسيت إني خلاص بعالم تاني، بدي أدخل بهذا الاستديو، حسيت لازم أعطيه مود هيك الحلم اللي أنا بدي إياه. هذا الاستديو يعني مجهز بكل المعدات اللي كل الفنانين يسجلون فيه، فعيشوا. الله كثير حلو. يعني انا احس ان الحين هذا عالمك، هذا أي. مكان لك عالم. انا غرفتي في تونس يعني منها استوديو منها البيدروم تاعي، يعني نرقد ونقوم نلقى روحي فوق استوديو على طول. على طول يعني خلاص هذا بيصير مكانك. هذي فرش ولا هذي. اسمي عزيز مامي، 23 سنه، من تونس. انا انسان حساس، نحب التحدي وعصبي. قوم النوم اول حاجه نعملها نقز على الستار، نقعد نبرودوسي في الموسيقى نتاعي، وفي الليل لايف باند. انا ملي وصلت لمطار تونس الفاليز نتاعي برشا دريمز فيها، يعني برشا احلام. حسيت روحي ما نعرفش بوكسور ولا لاعب كره قدم، باش يشرف بلاده وباش يشرف عيلته. احساس رهيب جدا. من الرياض يعني الخدمة للأوفيسيال متاعي، يعني نشتغل يعني مع لايف باند. أنا من اللي أنا صغير الدراسة مانيش صحاب أنا ويا الجملة، يعني حتى كي ندخل في الكوليج ولا في الليسي ديما بوف نفس، يعني نمشي كونسيرفاتوار، نمشي دار ثقافة، نمشي نغني، معناها مراش روحي محامي ولا مهندس أبدا ولا فوق البير ونشتغل على حاسوب. لا
أنا عندي إكسبرينس يعني مع الكاميرا، مغروم يعني نحب الكاميرا ونحب التصوير ونحب الفيديوهات. أنا نحس في روحي عندي اللوك والوحيد اللي عندي، ملي أنا صغير ديما نحط حاجات في يديا بيزار، نحس إنه الأكسسوار الأرتيست تفضلوا على الأرتيست الآخرين يعني نحسه يونيك، ديما عنده اللوك نتاعو لازم يكون هذاك هو أكثر حاجة يخدم عليه، بعد يجي الصوت والوقوف والحضر. أنا بعتبر حالي أوثق الناس في نفسي، يعني أحس روحي اليوم عندي الحضور، قدمت في حياتي ومن مرحلة لمرحلة كي نقدم ونحاول ننجح حتى 1%، أحس روحي اليوم عندي ثقة في روحي. برونو مارس أنا بالنسبة لي أنا هو أستاذ للموسيقى مش في الموسيقى، يعني يخرج في حاجات ويبتكر في حاجات في الموسيقى صعيب إنه نبتكرها يعني. دونك بالنسبة لي أنا نحب إنه يكون البولافارد يخرجني يعني في إكزامبل كيما برونو مارس عربي يعني علاش ليه؟ الحماس اللي عندي باش اني نبروديوسي معناها في الاستوديو هذاك ليفل كبير برشا، معناها ما نجمش نوصف لك قداش متحمس برشا برشا. طيب الغرفه الاخيره اسمها راحه ستيشن. راحه ستيشن. الله يا الله الديكور بجنن. لما شفت الراحه ستيشن حبيتها قوي، ألوانها لطيفة قوي، نفسي أقضي فيها أغلب وقتي بصراحة. على فكرة اسمي زينب من مصر، عندي 20 سنة. طبعاً انتوا سمعتوا اللي حصل دلوقتي، بس أنا مش محترفة في العزف قوي، أنا تركيزي أكتر في الغنى. أنا شخصيتي هجولة شوية، في نفس الوقت مجنونة شوية. أنا حالياً طالبة في المعهد العالي للموسيقى العربية، بدرس قواعد شرقي وغربي، تكنيك غناء عالمي، غناء عربي. هادي بتدوخ، الحركة دي بتدوخ. كان صعب قوي أسيب عيلتي، خصوصاً إن أنا ممكن أسيبهم لوقت طويل. علاقتي بإخواتي الاثنين حلوة جداً، محمد أخويا أكتر حد بيساعدني في المزيكا، دايماً باخد رأيه في الأغاني، أتمنى أرجع لهم بنجاح. قبل 6 سنين أنا كنت في The Voice Kids، كان وقتها عندي 14 سنة. خروجي من The Voice ما كانش بالنسبة لي حاجة محبطة خالص، لا بالعكس اداني دافع ان انا اطور من نفسي واشتغل على نفسي اكتر. انا عملت اكتر من 3 ميوزك فيديو، عملت فيديو كليب مع الفنان تامر حسني. هو قدوتي عشان هو دايما بيشتغل على نفسه، دايما بيقدم الحاجة الجديدة، دايما عنده افكار جديدة. I love you. عملت حفلات قدام رئيس الجمهورية المصري، شو عيني وقلبي راجع، كل ده اداني ثقة أكبر في نفسي، وده سبب كبير إن أنا أوصل وأكون هنا في بوليفار المواهب. في عندكم الكافي ستيشن هناك، عندكم المطبخ، عندكم الليفينج روم، وعندكم الأهم من هذا كله مكاتب مدراء الأعمال. الله راح يكونون هنا. أي هذا مكانهم. فرحت لأنهم حيكونوا قدامنا وفي تواصل حيكون بيننا، يعني مو دائما لما نحتاجهم يكونوا بعيدين، حيكونوا جنبنا طول الوقت. راح تكون هنا غرفة حمدي وهناك غرفة حسن. فما المكاتب نتاع المانجرز اللي حاطين فيهم التروفي نتاعهم، تصورهم مع النجوم، معناها حسيت روحي ممكن بعد 30 سنة 20 سنة المانجر هذاك يحط تصويرة من تصوره معناها معايا أنا، معناها حاجة هايلة. من فيكم يعرف يطبخ؟ أنا. تعال لعبتنا أنا وياك، تعال شوف هذه المساحة كلها لك، وأبغى الله. إن المطبخ ما يشغلك، ها؟ نبغاك تغني ما نبغاك تطبخ. لا بطبخ وبغني. أنا أول ما شفت مطبخ أو ماي جاد نو كومنت، بجد استأنست كثير لأني أحب الطبخ. أنا أطبخ برياني، دجاج، برياني لحم، برياني سمك، وأشياء كثيرة طبعاً. هيثم 27 سنة من سلطنة عمان. يقولوا عني شخص مسؤول، أساس أن أوقف ويا أهلي وأساعدهم، وموسيقى وحيد كانت داعم لي. تعلمت أعزف جيتار عن طريق يوتيوب وطورت نفسي، كنت أطلع حفلات أعزف وأغني وكنت أحصل فلوس،
بجد موسيقى غيرت حياتي. كم لغة بغني؟ 15. بتعدي في حتة شنو نين الأعراب وقد وصح تك بك بك دو ما تشالي دو ما تشالي دو ونا متينا كالين 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 كمايا. او every time I close my eyes من او مادي ام فوي فوي من او مادي ام كوميتي يا مالو أنا شاركت بالبرنامج غناء في الهند وأخذت مركز أول، بس هنا عندي فرصة كبيرة لكي أحقق أحلامي. هيثم وش تطبخ أكثر شيء؟ كل شيء اللي بدك يعني شو تريد. أكثر شيء يعني أكل عماني يعني أسوي أكل عماني مندي إيه؟ أكيد وكبسة وأحب الباستا. إذا جيت تطبخ بس علمني عشان أنا جاية أوكي؟ والله؟ سو بنروح على الكوفي ستيشن. شو الكوفي ستيشن اللي اول ما فتحنا الباب ترى انت انطلقتي على هناك لا شعوريا؟ صراحه فاش جيت البولفار المقر اول حاجه سولت عليها هي كاينه القهوه كاينه لا ماشين. القهوه بالنسبه لي مهمه باش نبدا نهاري، كتخليني نزيد ندخل في المود ديال الموسيقى. هاي سميتي نادين المنور 26 سنه ومن المغرب. كنت كنشتغل في كل ما هو يعني محاسبه وتدقيق وتسيير. واحد مع راسي علاش لا اللي ما نشاركش موهبتي مع الناس، وحطيت الفيديو ديالي الاول في يوتيوب وما شاء الله التفاعل كان زوين. وانتي سببي عايشيني في الدود، وهادشي شجعني باش نحط فيديوهات. يعني وليت كل مره كنحط فيديو الناس كنلقاهم كيزيدوا يشاركوا عندي في القناه اكثر، وهادشي خلى انه يوتيوب يصيفط لي التروفي ديالي. مواهب هو اول برنامج انا كنشارك فيه، لانه اول مره كنحس براسي انني جاهزه نفسيا ومعنويا ونعطي كل ما عندي. يعجبني في بولفار المواهب هو انه كيخليك تعيش الكواليس كامله، تعيش حياه الفنان يعني از ستار. هادشي كله هي خبره اللي ماشي سهل انها تعطيك، هذه بالنسبه لي هي كنز. انت بس تشربين قهوه ولا تعرفين تسوين قهوه بعد؟ شكلك بس تشربين. بس اشرب. ماما كدير لي قهوه في يعني مغربيه تقليديه كتكون معطره شويه، كتعجبني يعني فيها بحال كيديروا عشوب اللي كتولي معطره القهوه. ولا كناخذ قهوه يعني ديال لا ماشين بحال هكا كندير الكبسولات وكي كتخرج القهوه. اجل كل ما ضيعناك بنجي نلاقيك تاخذين قهوتك حقت اليوم. على رواق. بعد ال طيب يلا الحين انا عندي شيء مهم بقوله لكم، تفضلوا اقعدوا على الكنب. احنا وين؟ يلا ها تفضل هونين. جابك هناك؟ بلشنا نتضارب. لا بيز ما حياخذ محلي يعني لسه دوبنا اول يوم يا فادي، على طول صار مكانك يا هو هدي لي حالك. فادي شخصيه هايبر بشكل حلو. هاي 22 سنة وجاية من لبنان. كون أكثر عن حالي، أنا إنسان متواضع عفوي وجريء، هيك بيقولوا. أكثر شيء جريء عملته بحياتي هو إنه عم بحكي قدام هالكاميرا قدام 1000 مشاهد. لوفات ملايين مليارات ما بعرف مليارات. من أنا كنت عارف بس عم بتمرن له، كنت عارف إنه الحياة من أنا صغير كنت لا على الكاميرا ما بتنبك ابدا ابدا لا. ومن انا صغير كنت عارف انه الغنى هو الحلم اللي بدي اوصل له. انا مخرج بالهندسه المعماريه بس بذات الوقت كثير بحب الموسيقى والغنى لانه هيدا شغفي، وكثير بحب اوصل لهالحلم بس اكيد بدي اتمرن لاوصل له. جدي هو مثالي الاعلى بالحياه، تخصصت مهندس مثله، كمان اخذت الغنى منه، بالرغم انه بطل معنا لانه خسرته من وراء كوفيد 19، انا هون كرماله وانا هون كرمال اجي احقق له حلمه. انا جربت شق طريقي لحالي وبلشت سجل كوفر سونجز وكمان عملت له ميوزك فيديو، بس اكيد بامكانياتي المتواضعه. قلبي عاند ما يكبر. انا كثير زعلان انه تارك اهلي بالوضع اللي لبنان عم يمرق فيه هلا. بس أنا هون to make them proud أكيد.
راجع. وانا هلا بمطار بيروت ورايح على الرياض، ما عبالي ارجع للهندسه المعماريه ولا للارقام ولا للدوام اكيد ولا للاركيتكتشر. اركيتكتشر هيثم، لانك لابس نظاره ما عرفت تلاقي لك مكان. حاب اقول لكم نظاراتي على طول معي. ايامه بيننا يا هيثم، النظاره دي لازم هتشيلها. لا لا هيثم مسالم. يا شباب اسمعوا، سامعين هذا الصوت؟ حسيت اللي هو حاضر انا عايز افتح الباب. سمعنا سوبر ماركت اسانسير. سمعت صوت مطار انا عادي. هذا الصوت كل مره تسمعونه يعني في اناونسمنت مهم. ولازم تركزون وتتركون كل شيء بيدكم وتسمعونا. اها اتفقنا؟ طيب يعني انه خبر عاجل تقدرين تقولين؟ ان شاء الله. يا هلا وسهلا بنجوم المستقبل، وحياكم في مقر بوليفارد المواهب. مشوار النجاح دائما يحتاج الخطوة أولى. الله أكبر، شو هالصوت؟ والاستمرار فيه يحتاج 1000 خطوة. أنتوا اليوم بديتوا هذا المشوار، بس لا تعتقدوا أن وجودكم هنا بيكون للتسلية، لأن رهاني بيكون على المجتهد بس. يعني هو صوته سيريس قوي، ما كتير فهمنا شو الفكرة. هنا ما رح ينقص عليكم شيء، كل اللي تحتاجه بيكون تحت أمرك. إذا بغيت أو بغيتي تحفرين اسمك في عالم الفن، شرطي الوحيد تنفيذ كل المهام اللي بتجيكم بجد وهمة. كسمعك كيف الشي يحكي حسيت أنه كان يخدم في الميليتير معني عاد، لفهميش لعب لفهميش هزار. بدأت تتوتر. عشان كذا استعنت باثنين من أفضل المانجرز في عالم الغناء العربي. وظيفتهم غير أنهم يشرفون عليكم، يرسمون لكم خطة النجاح الدائم في عالم الفن. ببساطة التزامك بتعليماتهم هو اللي بيحدد فرص نجاحك معنا. للأمانة مع الأستاذ حسن أنا مطمن ومتأكد أنه راح يساعدني. الحين نجي للجد، كل واحد منكم بيكون في رصيده 10,000 ريال سعودي كبداية. وبنهاية كل جولة المفروض كل واحد منكم يسجل أغنية خاصة ويغنيها مباشرة للجمهور. 10,000 ريال بس كفاية؟ ما أتوقع. أتحمست إنه أعمل الأغنية اليوم قبل بكرة، لأنه هذا حلمي. أنا جيت على البرنامج عشان أسوي هذا الشيء. اللي بينجح شغله ويجيب عوائد طيبة على استثماري بيكمل معنا. طبعًا تعرفون وش مصير أقل واحد بيكون؟ إيه نعم، بيغادر ويجي مشترك جديد يزاحم البقية على هذه الفرصة. أكيد ما رح يكون حدا من اللي رح يفله، ورح أعمل كل جهدي كرمال إبقى. العمل مو شوية ويحتاج وقت ومعدات وتجهيزات، كلها وفرناها لكم في مقرنا، ومفتوحة لكم من الثلاثاء للسبت من الساعة 8 الصباح إلين 8 المساء. 12 ساعة عمل كل يوم عشان أوصل لهدفي. نسيت أعرفكم على نفسي، أنا الكاشي، يعني المسؤول رقم 1 هنا. أشوفكم وأسمعكم من يوم تدخلون إلين تطلعون، يعني من هاللحظة اجتهادكم والتزامكم بقوانين المقر خاضع تقييمي أنا. بالتوفيق. شو مين كاشي؟ ايه هو الكاشي، هو القصة كلها شكله كاشي، هو المسؤول الأول هنا، هو اللي عم يشوفنا دايماً وعم هو اللي حيقيمنا، وهو حيقيمنا. كاشي هذا هو المسؤول عندنا هنا، واللي معاه الفلوس حيحط لكل واحد فينا 10,000 ريال. طيب 10,000 ريال هذه انت تنتج بيها لنفسك عمل مع إدارة مدير الأعمال اللي عندك. النهاية كاشي هو الأمر الناهي في النهاية. وترني بنهار خلاص. بدي اسال سؤال، مين ملحن بال10,000 حقتك؟ تروح تدفع للملحن. نحن ندبر. ايه مش شرط ان انت تعمل بيهم كلهم العمل، ممكن انت تجيب الكلمات وانت تجيب اللحن، بس تختار موزع او تجيب موزع. نحن اول نهار مع الوقت بنعرف الهرجه اللي بفهمها انا. هو قال في اشياء حيطلبوها مننا لازم ننفذها، ايش تتوقع الاشياء اللي حيطلبوها؟ يعني غالبا شيء حاجه عندها علاقه بالموسيقى. يس اي ثينك قال لي يقدر يقول لنا ديروا مثلا ديو مع بعض مثلا. هي طيب لو كان بيطلب زي كذا حيطلب من نفس التيم، ولا حيطلب انه كذا راندوم؟ لا راندوم بحس، ما حدا بيعرف. على بالي يجوا المانجرز نبلش نحكي معهم. ايوه بعد الفاصل. ايه في صوت، واحنا قاعدين نتناقش فجاه تطلع الموسيقى مره ثانيه تن 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 تن. سي في شيء كمان اجت صفيره انذار ثاني. اوف طياره واحده اخرى جاي، شكله رح كثير يكون على الانذارات هالايام. ايه طلعوا
سمعتم الحين موسيقى بوليفارد المواهب كاشي طلع لنا. احفظوها زين علشان أول تحدي بيكون كتابة كلمات بوليفارد المواهب اللي بتكون معنا طول فترة البرنامج. حسيت حالي بفيلم أكشن لأنه شيء محمس وتحديات، حابة أكون البطلة. والقرار اللي أفضل كلمات راح يكون من أحد الخبراء. التحدي بدأ الحين وآخر موعد لتسليم الكلمات مساء الجمعة. كيفاش غنديروا نكتبوا أغنية في 3 أيام يعني وإحنا we aren't professional في هذا الميدان؟ حبيت كتير التحدي صراحة، أنا بعمري ما كتبت كلمات من قبل. لعبتي هاي لعبتي طبعاً، أنا جدا فرحت لأن هذا ملعبي وأنا بكتب يعني أغاني وعندي فيها أعمال قديمة. تخيل الجائزة تكون يدبل لك البرايس حقك، ما حدا بيكتب أغنيتك تكون أفضل غيرك، راح أجيب كلمات ما بيفهموا. هلا شوف تحدي مرة قوي لأنه ما في وقت. أنا بكتب ما أعرف كيف راح يطلع. أنا متوتر لأنه أنا أشوف نفسي أنا مش شاطر الكتابة، ولكن راح أحاول لأنه أنا أحب التحدي. أنت أخذت أفرض زود لك فلوس خلاص نخلي ياسر يربح ومن أصلي مش جايزة على 11 يلا نسيبك أنت أنا موافق بس نعمل الكلمات مع بعض. إذا جائزة راح يكون مبلغ مالي أكيد، يعني ما راح أعطي حال حد، راح أخلي معي. ممكن تعاونوا كلنا على الكتابة الأغنية ونربح نربح نفرقوا الهدية. لا لا تعاونوا كلكم أنا أخذها. طب أنا برأيي كل واحد يكتب جملة ومنجمعها عن جد مثل ما قلت نديم نقسم الجائزة. به التحدي كأول تحدي محلي. طب ممكن نستجمع أفكارنا حتى نعرف نكتب؟ ما يمكنش لنا نهدروا مع شي حد بيصفت لنا الموسيقى في واتساب، الموسيقى اللي غنكتبوا عليها. يبعثوا لنا انا اكتب حتى واتساب واكتب عرض. تكتب شيلات؟ اكتب شيلات بالانجليزي. لا شيلات بالانجليزي ما اقدرها. وصل حمدي اول مدير اعمال ومن وقفته وسطهم شكل الجد بدا. خلونا نشوف بكره وش هي تعليمات المانجرز. الحين نودعكم ونشوفكم في نفس التوقيت من يوميات البوليفارد، فيها قصص كثيره ترى لسه ما قلت لكم عليها. واللي يبغى يعرف شخصيات المواهب أكثر ويتفاعل معاهم يقدر يتابعهم اليوم بأول حلقة البوليفارد بلس على شاهدنا. باي.